الو، شكون معنا الاخ؟ ما محمد. هذا وليدي، وليد سي جلال اللي راه حاضر معنا. هذا وليدي. حنا حبينا نهضروا مع الوالده ديالك ان امكن. انا اللي قلت لك الوالده تاعي ماهيش هنايا، غوم تاعي ما كاشها، انا راني بعيد وهي راهي بعيده، صافي دير ماناش في الدار. معليش تقدر تتدخل؟ ماذا بيا، انا راني هنا، انا ريسبونسابل تاعها باسكو مين بدا المشكل هذا. نعم وانا معاهم. تقدر تتدخل في هذه القضيه؟ تقبل انك محمد؟ نعم بارك، ما حبيتوش تحكوا معايا. لا لا نقول لكم الام تاعي ما تقدرش تحكي معاك. محمد انت راك قابل انك تتدخل معنا في الحصه؟ على العين والراس. تفضل. اذا على العين والراس، وهذه قضيه بين باباك ويماك، واش من العين واش من راس، واش راك تقول لنا انتايا؟ واش راح نقول لك؟ واش راك تقول؟ هذه حاجه بين باباك ويماك، واش راك تحكي انت؟ سي محمد فقط حبيت نفكرك ونذكرك انه الوالد ديالك جا البلاتو ما وراء الجدران، يقول انه الوالده ديالك بعد ما قبل انها تخدم كمنظفه في شركه خاصه يعني، تعرفت على بعض الزملاء من بينهم زميل كان يوصلها للدار، وفي يوم من الايام كشفوا كلش باباك ويماك وصرحت له انه فلان خير منه، راجل عليه، وانه قدر يفهمها ويتعرف عليها احسن منه، الامر اللي خلاه يتقلق ويزعف، يرفد موس، يضرب يماك بموس، واليوم رفعت عليه قضيه خلع، وهو راه يؤكد ويلح على انه يرفض التصرفات اللي جات على الوالده ديالك، وراه يقول انه انتم اولادها جيتوا في صف يماكم وماشي في صفه. واش عندك؟ شوفي هذه حكايه تاع الام تاعي، انا خدامه في شركه خاصه وقعت هنا، صح كاين منها ايه. ام تاعي خدامه في شركه خاصه. واش تخدم؟ وتعرفت على زملاء، وهذ الزملاء كاع جواريني، وتحبي نجيبهم لك واحد بواحد. هكذا الاخت. وانت راك انت تقابل هذه، تعرفت على زملاء عجبتك؟ انت راك راضي بفكره يما تعرفت على زملاء؟ صح يا شيخ، يا شيخ انت راك قابل هذه، قابلها هذو الزملاء جواريني. جوارينك تقول تقريب فاميليا ويوصلوها يعني؟ كاين واحد جوارينك كاين يوصلوها؟ يوصلها هذه الحكايه تاعي، يوصلوها للدار ما كانش منها قايدين. 28 سنه في عمري نعرف صراحي، صافي يدير مانيش نرضع في صبري. وشكون هذاك اللي كان يوصلها للدار؟ في الشارع وتربيت في الشارع، ونعرف واش معناتها تاع واحده ام يوصلها واحد بالسياره امام بيت تاع الدار. حبينا يعني جوستومون من على لسانك انت، حبينا نعرفوا شكون هذا الشخص اللي كان يوصلها للدار، حبينا فقط نعرفوا هذا الشخص. انا وما نعرفوش، انا جامي في حياتي شتو ولا شتو جابها بطونوبيل، كانت تجي مع واحده صاحبتها، ماشي صاحبها، صاحبتها هذه طفله يعني امراه. احنا ما قلناش يعني هذاك المصطلح، احنا هذاك المصطلح لم نستعمل، هو انما الوالد ديالك راه عنده شكوك راه وداتو راه يقول فيها فقط. كاين شي مهم. معليش معليش سي محمد، الاستاذ حب يكلمك. الاستاذ اسمع فيا، هذا الشكوك علاش ما هضرهمش قدام الجوجه في دار ويهضر معاك؟ لحظه محمد، محمد ماشي غير الشكوك هذه، باباك يشكي يقول باللي الام تاعك اللي هي زوجته طبعا ما تقول له كلام مهين، يعني تمسه في شرفه، تمسه في، تقول له كلام ما يقدرش، تقدر الزوجه تقول لراجلها، يعني هي في الحقيقه امك انت، العاطفه تغلبك. ولكن هل تقبل انت؟ ما تغلبنيش العاطفه، انا نجي مع الحق، انا ديجا ورا ويعرفني انسان حقاني، انا نمشي في الوسط. انا لو كان جيت كما راك تقول انت بالعاطفه وقايتينا، انا وما نهدرش معاه قايتينا. سقتي وقول له صح هذا باباك من اللي بدا هذا المشكل؟ إلا كاش نهار خلاك ولا كاش نهار ما جاش هدر معاك ونصحك وقال لك يا بابا أختك مجمعية على الناس. أختك من كلام الناس. محمد فقط أنت ربما أختك من كلام الناس، باسكو كلام الناس هو اللي لحقك لهذا الشيء. يا سيدي يا اسمع يا محمد، اقبل تعيش مذلول، اقبل الحسين يديها تحوس. لا لا ما نقدرش يا بابا، على ما تقبلش بالحسين هكذا تحب تقول محمد؟ نعم نعم تقدر. اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمعني اسمعني، راني نسمع فيك، راني نسمع فيك. شحال عندي؟ عندي نورمالمون 4 أشهر ملي راني هامل، عباك وراني مبات. انا راك ماك تبات تحت في الباركينغ مع واش سموهم هذوك، راك تبات في الباركينغ تحت مع عادي. وعادي انه باباك يبات في باركينغ وانت تبات في دار؟ هل هذا امر عادي يستوعبه العقل انه باباك يبات في باركينغ على كبره؟ على كبره نورمال ماشي عادي. رحت ليه حوست عليه، رحت للباركينغ حوست على باباك. حوست عليه ورحت ليه. احبس احبس ما تكلمش محمد، وراه يريح محمد، راه يريح في لابورتي محمد عند الثانويه محمد محمد. اسمعني لا لا اسمعني، راك قدام 40 مليون جزائري،
أنا قدام 40 مليون جزيري. صح. 43 زادوا 43. جيت حوست عليا؟ جامي جيت حوست عليك؟ جيت سقساني سقسي فيك، جيت حوست عليا؟ حوست عليك. عندك شهود؟ عندي شهود. أمام 43 مليون جزائري. عندي شهود. اسمعني. أنني غلط كاع في اللي فات. أنا غلط كاع في اللي فات، أنا كذاب. المشكلة تاعك اللي خلاك أنت تزيد في المشاكل، هذا هو المشكلة تاعك. باباك ماهوش قابل يولي ديوث. أه؟ باباك ماهوش حاب يكون ديوث. صافي يدير أنا ديوث. باباك ماهوش قابل يكون ديوث. لا لا لا. عنده الحق يجيب 20 سنة كاع ماشي غير 10 سنين. صافي محمد والله واحد ما واحد ما يتهم فيك يا الشيخ راه يهدر فقط ما يتهم فيك راني نهضر على باباك انا انت ما نعرفكش ما هضرتش عليك راني نهضر على باباك احسن سكروا عليه انت يا وخالك ديتو باباك قلت له لازم تقبل بالسائق عادي زميلها في العمل هكذا هكذا قال لك عادي يعني الطفل يولي لباباكي واش لازم يتصرف عادي هو وخالو عبد القادر قال لك عادي زميلها في العمل تقبل الشهادة الثالث أستاذ تقبل أنت زوجتك يجيبها لك زميل ألو أنا نقبل زوجتي يجيبها زميل نعم ما نقبلش نورمال ما نقبلش خلاص خلاص بهذا نشكروك محمد ونشكرو التدخل ديالك هاك جاوبت خلاص